السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: جودة عواد مستمر في قتل وابتزاز ضحايا. بصراحة أنا مش عارف أبتدي منين. أنا بيجيلي الصيدلية بصفة مستمرة ومتكررة ومتوالية ضحايا كثيرة لجودة محمد عواد. جودة محمد عواد بيدعي إن هو دكتوراه. طبعاً أنا كنت عملت لحضراتكم قبل كده فيديو عن كيفية معرفة تخصص الطبيب اللي حضرتك رايح له. بتخش على موقع نقابة الأطباء وبتضغط على اسم الطبيب، تكتب اسمه وبتضغط عليه بيطلع لك تخصصه. هو تخصص باثولوجيا، يعني تحاليل طبية، وأخصائي ثان بطنة. وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف وفي أول تعليق. أيضا سأضع لحضراتكم أربع فيديوهات عنه لضحايا مختلفين. أيضا حاليا في ضحية ابنه أو بنته جودة دمرهم نهائيا وراحوا العناية المركزة بسبب وصفات جودة. ده غير في دلوقتي حاليا عندي حالة مريضة عندها فاسكولايتس، كاتب لها الروشتة المعتادة بتاعته اللي ما خدش غيرها: سيفوتاكس 500 ديكساميسازون أولفين. سيفوتاكس 500 ديكساميسازون أولفين كان بيحط معاهم ديبوفيت، لكن لما عملت الحلقات بتاعتي بقى يحط الديبوفيت لوحده. هو دول اللي حافظهم في كلية الطب، بالإضافة لإيه؟ 500 جنيه كشف، وتخش تاخد شوية عسل ب 700-800 جنيه، وتخش تاخد سم نحل. مافيا. ده غير إن هو يعمل بغير تخصصه، غير ان هو يدمر مرضى الفشل الكلوي وهو غير متخصص في امراض الكلى. دلوقتي العلم في تخصص، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبعدين الطب دلوقتي في حاجه اسمها سب سبيشاليتي، يعني تخصص التخصص. يعني انت ممكن تروح لدكتور عظام يقول لك انا بتاع ترقوه بس، ممكن تروح لدكتور عظام يقول لك انا بتاع رباط صليبي بس، ممكن تروح لدكتور عيون يقول لك لا انا بتاع تهدل الجفن العلوي بس، او انا بتاع حول بس، ما بالك ده فتحها معجنه. طب ما بلاش نتكلم بالكلام المرسل ونتكلم بالتفاصيل، نتكلم بالمستندات اللي موجوده ومنها الاف. هتقولوا لي طب ما تروح تشتكي، هقول لكم أنا غير ذي صفة. أنا غير ذي صفة. اللي ذي صفة هو المريض اللي معاه الروشتة. المريض اللي معاه الروشتة ياخد الروشتة ويتوجه لنقابة الأطباء، يتوجه لاسم شرطة يثبت حالته، هيجيب جودة من قفاه. هيجيب جودة ده من قفاه اللي عمال ياخد فلوس البشر وعمال يدمر في صحتهم. طب حاجة كده بسيطة أهو، التحليل. المريضة مركز اجتماعي مرموق ولها أولاد، فمش عايزة اسمها يذكر، فعشان كده حاطين عليه ورقة أهو. المريضة عمرها 45 سنة أهو. عايز بس أوريكم حاجة صغيرة، هي محللة فيتامين د أهو وفيتامين ب. ادي فيتامين د اهو طالع عندها 24، اقل من النسبه. وعندها فيتامين ب 12 الطبيعي 900، نهايته 911، هي عندها 2000. خلي بالكم من النقطتين دول، خلي بالكم من النقطتين دول هنحتاجهم. ده التحليل اهو بتاعها اهو، تمام.
والاصول موجوده عندي. اي حد عايز يتاكد ياخد مشوار كده ويجي له الصيدليه. نيجي بقى ايه الروشته بتاعت المريضه. روشته تدرس في كليات الطب. روشته نموذج، فعلا نموذج، يعني انا عايز ابروزها كده واحطها على صدري وافضل ماشي بيها في الشارع اقول لهم يا ريت تتعلموا الطب من ابا الحاج جوده. ابا الحاج جوده، بصوا ابا الحاج جوده هي عندها فيتامين ب عالي، كاتب لها ايه؟ كاتب لها نيوروبيون وديبوفيت. طب ابا الحاج جوده، ابا الحاج جوده هي عندها ابا الحاج جوده فيتامين ب، ابا الحاج جوده عالي اهو، ابا الحاج جوده اهو فيتامين ب عندها 2000 وهو الطبيعي 911 نهايته. انت ابا الحاج جوده كاتب لها ليه فيتامين ب تاني، بالاضافه ان عندها نقص فيتامين د، ما كتبلهاش اي حاجه فيتامين د، تمام. طبعا هي ما حللتش هرمونات الغده الدرقيه، ما حللتش اصلا، كاتب لها التروكسين اهو، التروكسين 100، التروكسين 100. ما التروكسين ده 25 و50 و100، كاتب لها اكبر جرعه وبدون تحليل. طب انت ايش عرفك، ايش عرفك ان هي عندها قله في هرمونات الغده الدرقيه او انخفاض في هرمونات الغده الدرقيه بالشكل كده؟ انت شكلك عايزه هرمونات غده درقيه، خدي. طيب طبعا عايز اقول لكم على حاجه، تاريخ الروشيتا اهو 12/1/21، 12/1/21، بدون ما نذكر اسم المريضه بناء على طلبها، بس الحاله بتتدهور. طيب كاتب ايه تاني؟ كاتب انافرانيل كاتبه للمريضه، واخدين بالكم؟ ادي نقطه تانيه. اهم نقطه بقى في روشتات الاستاذ الدكتور العالمي جوده محمد عواد، التركيبه الثلاثيه، سيفوتاكس 500، دكساميثازون، اولفين، والديبوفيت. بعد الحلقات بتاعتي خلى الديبوفيت لوحده بيجود، هو ما هو جوده محمد عواد كاتب النيوروبيول والديبوفيت اهو لوحده، وادي التركيبه القاتله الثلاثيه اهي، سيفوتاكس 500، دكساميثازون، اولفين. كاتبهم ازاي بقى؟ ثلاث حقن مره واحده في العضل، بص ثلاث حقن مره واحده في العضل لمده اسبوع، ثم تكرر يوم بعد يوم، وبعد ذلك يوم بعد يوم لمده قد ايه؟ 6 شهور. يكرر اهو، يكرر العلاج 6 شهور، 6 شهور يا مسلم، 6 شهور يا جوده، 6 شهور. طب واحده واحده كده. انا النهارده لما اشك عند مريض ان في بكتيريا معينه، بكتيريا معينه مثلا، الشغل الطبي المفروض اللي انا اعمله ايه؟ اولا ابعته لمركز تحاليل عشان يعمل مزرعه عشان اعرف نوع البكتيريا دي ايه اللي على اساسها المزرعه هتحدد نوع المضاد الحيوي ايه. ده رقم واحد، رقم واحد. طبعا هو لا عمل مزرعه ولا بتاع، ده رزعها سيفوتاكس على طول. طب ادي نقطه. تاني نقطه، انا لازم انا اشوف المريض ده سنه كام ووزنه كام علشان اديله الجرعه، سنه كام ووزنه كام عشان اديله الجرعه. هل هديله الجرعه طفل مثلا سنتين زي طفل 6 سنين، زي شاب عنده 18، زي ست عندها 45 سنه ووزنها حوالي، وزنك كام حضرتك؟ 104 كيلو. المريضه وزنها 104 كيلو وبتعاني من حاله فاسكولايتس في الشرايين في المخ، بيعمل لها صداع ودوخه، عامل لها صداع ودوخه، فيقوم يرزعها سيفوتاكس. طب سيفوتاكس كام؟ 500 مره واحده في اليوم.
مرة واحدة في اليوم لمدة 7 أيام. 7 أيام بعد كده يوم ويوم لمدة 6 شهور. ده على أساس إن السيفوتاكس ده إيه يعني؟ مقوي للمناعة؟ ده السيفوتاكس ده مضاد حيوي. ده لو فعلا عندها بكتيريا، البكتيريا هتشوف السيفوتاكس 500 هتاخد مناعة ضده. هيتسبب ذلك في حالة اسمها الأنتيبيوتيك ريزيستنس، يعني المقاومة للمضادات الحيوية. الميكروب اللي في جسمها هيبقى شرس جدا ومقاوم للمضادات الحيوية، هيقول لك هات كمان. طب هل هي عمرها 45 سنة ووزنها 104 كيلو هي يناسبها جرعة السيفوتاكس 500؟ دي جرعة طفل. جرعة طفل، الأطفال الرضع بيجوا سيفوتاكس 500 مرتين في اليوم، مرتين في اليوم من 7 ل10 أيام. مضاد الحيوي بيتاخد من 7 ل10 أيام فقط، فقط لازم ناخده علشان اخلص على الميكروب نهائيا واتوقف. لكن اخد سيفوتاكس لمدة 7 أيام مرة في اليوم، بعد كده يوم بعد يوم لمدة 6 شهور ومعاهم الدكساميثازون، الدكساميثازون يضعف المناعة، يعمل هشاشة عظام، يسبب السكر، يسبب الضغط، يسبب القلب. ادي الكورتيزون، الكورتيزون سحر لعلاج البشرية اذا ما استخدم بالبريكوشن او المحاذير بتاعته. لكن انا ادي لمريض دكساميثازون او كورتيزون لمدة 6 شهور في ظروف الوباء اللي احنا فيه، انا كده بدمره نهائيا. هو انت يا جودة شغال مع الموساد؟ هل انت شغال مع اعداء مصر لقتل البشر؟ البشر دول بشر بسطاء لا يعلمون شيئا، علمهم على قدهم. انت بتستغلهم، بتسلب اموالهم نهائيا، وبتسلب كمان صحتهم. فانت سفير لجهنم داخل كل البيوت المصرية والعربية. اهي تحفة فنية، تحفة فنية تدرس. انا حملها لكم تاني. كالماج، كالماج ده كالسيوم، كالسيوم. التروكسين ده هرمونات الغدة الدرقية، ماشي. بعد كده اورلي للتخسيس، يا حلاوتك يا حلاوتك. يوروسولفين للنقرس، فوار للنقرس. زيلوريك 300، زيلوريك 100، 2 قرص اهو، زيلوريك 100. رينال بتاع شركة سيكا اهو، رينال فوار للأملاح. تاني نصار اهو، نصار ملين، نصار ملين 2 قرص. نيوروبايون وديبوفيت، طبعا التركيبة الثلاثية اللي في كل روشتاته. وفي شخص بنته دخلت العناية المركزة بسبب روشتات جودة، حاسب لكم الاكاونت بتاعه. هو مسمي نفسه، يا عيني الراجل الجن، مسمي نفسه جودة عواد. حاسب لكم الاكاونت بتاعه، حاطط روشتات وبيلطم على وشه بالجزر بالابعيد اهو. طبعا الكلام ده انا فرنيل، طبعا انا فرنيل. تحفة فنية، تحفة فنية. مش عايز اقول لك التحفة الفنية دي انا قد ايه سعيد بيها. الراجل ده انا نصحته بدل المرة 5 و10 و20 مليون، وهحط لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات كلها، وبتخصصه ان هو مش تخصص كلى ومش دكتوراه، لكن هو بيفتي زي ما انتم شايفين كده وبيهبط. وهحط لكم صفحة الراجل اللي مسمي نفسه جودة عواد اللي دمر صحة بنته. يا جماعة، يا أبا الحاج جودة، أبا الحاج جودة أنا ما أعرفكش ولا عمري شفتك، لكن لما مرضى يستشهدوا بيا، طب قولي المرضى ليه؟ لأن أنا قناة بتوصل لناس كتيرة جدا، يمكن صوت شكواهم يوصل، ده اللي الناس عايزاه. لكن أنا مفيش بيني وبينك حاجة على المستوى الشخصي، لكن أنا أهو أهو فضيحة، فضيحة. والفضيحة دي متكررة يوميا، وجهلك وعنادك
بيزود في الموضوع. كل يوم ضحية شكل ابتزاز واخد فلوس البشر وعسل واعشاب. شغال ايه بالظبط؟ انت شغال ايه؟ مش فاهم انا. انا مش فاهم انا. هل انت طبيب؟ هل انت تاجر اعشاب؟ هل انت تاجر عسل؟ هل انت ايه؟ مش فاهم. انا مش فاهم بجد بجد. انا يعني هديت شوية وسكت، وكل ما اهدى واسكت الاقي نصايبك متكررة متكررة. ايه ده؟ ايه ده؟ اتق الله في صحة البشر. حرام عليك اللي انت بتعمله، حرام، ده ما يرضيش ربنا. مش عشان تربح تدمر صحة الناس وتبتزهم وتسلبهم أموالهم بالطريقة يعني اللي تعر جميع الأطباء. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.